ما الحكم في سرق مقدمة الشعر إذا كان في مقدمة الشعر كوي بالنار وذلك لتغطية الكوي بشعر الرأس؟ وما تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف المائلات والمميلات وجزاكم الله خيرا؟ فرق الرأس من السنة بأن يفرق الشعر من نصف الرأس حتى يكون الجانب الأيمن منسدلا إلى الجانب الأيمن وجانب الأيسر منسدلا إلى الجانب الأيسر، وكذلك القفا ينسدل إلى القفا. هذا هو السنة وهذا هو الأصل. وأما فرقه من جانب دون الآخر فهذا قد يدخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها يوجد من مسيرة كذا وكذا. وقد عد بعض العلماء المشطة المائلة من هذا النوع، الحذر الحذر من التعرض لما فيه الوعيد بالنار أو حرمان دخول الجنة. وأما كي الذي في وسط رأسها فلا بأس أن تغطيه بالشعر وألا يكون الفرق على نفس هذا الموضع. نعم، بارك الله فيكم.